المهم، فقالت أم المؤمنين رضوان الله عليها: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تريد وينقلب إلى أهله مسرورا؟ تقول الله بقول إذا حوسب العبد المؤمن يحاسب، لكن حساب يسير، سيحاسب حسابا يسيرا وسينقلب إلى أهله مسرورا، ما في عذاب مباشرة. شوف هذه ضابطة منهجية، قابلت ماذا بماذا؟ قابلت الحديث الذي أخذته على البخاري تسمعه مشافهة من في رسول الله زوجها صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مباشرة، مش عن طريق صحابة، ما في واسطة، وهي تعلم هكذا علمها الرد إلى كتاب الله. الرد إلى إيه؟ نرد إلى كتاب الله. واحد يقول له كيف رد إلى كتاب الله؟ الرد إلى الله ورسوله. لا، ما لم نفهمه من حديث رسول الله يرد إلى كتاب الله، هذه ضابطة منهجية صرح بها ابن حجر، قال: وفي الحديث جواز المناظرة. شو المناظرة؟ النقاش، المجادلة العلمية حتى مع رسول الله، وفيه جواز مقابلة السنة بالكتاب. تعرفون عن المقابلة؟ المعارضة، شيء يقابل أي يعارضه. عارضت السنة بماذا؟ عارضت بالكتاب. تقول له لا، هذا يختلف مع كتاب الله، هذا قول ابن حجر مش قول عدنان، قول ابن حجر، فيه جواز المناظرة ومقابلتي، أي جواز مقابلتي السنة بالكتاب، في فتح الباري. شوف الفقه، شوف العلم. طبعا وقع في قلبها أي نوع من إيه؟ من عدم الوضوح، من عدم المعرفة، من عدم الفهم. كيف يقولون؟ يقول لعائشة لا تفهم. طبعا هنا لم تفهم جيدا ما المقصود. فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ذاك العرض. في سورة الانشقاق ماذا؟ ليس الحساب، لأن المطلق يحمل إيه؟ على الكامل، قاعدة من قواعد الأصول. يعني الحساب، الحساب إذا قيل الحساب المقصود نقاش الحساب. شوف هذا فهم دقيق. النبي طبعا لم يكن يرطو رطانتنا هذه كلمة المطلق والكامل، ولا يعرف هذا الشيء بالإصطلاحات، لكن يعرف جوهره تماما، نحن تعلمناه منه ومن أصحابه ومن أزواجه. ثم وضعنا الإصطلاحات المحدثة الصناعية. النبي يعلمنا أن المطلق يراد به الكامل، هذه قاعدة في الأصول، قواعد اللغوية في الأصول، المطلق يراد به الكامل. إذا قلنا الحساب، الحساب على أصوله، يعني نقاش الحساب. قال: لا، الذي في سورة الانشقاق ليس الحساب المطلق، إنما ماذا؟ العرض. ذاك العرض، لكن من نوقش الحساب يهلك. يقول: أتحدث عن نقاش الحساب، هذا هو الحساب. فإذا قضى الله أن يحاسب عبده أهلكه، فنسأل الله ألا يحاسبنا. فهمنا الآن كيف؟ لكن أن يعرضنا عرضا هو الحساب اليسير، لا بأس. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله. دقة بيت القصيد أن عائشة راجعت فيما إيه؟ لم يلح ولم يبدو ولم يضح وجهه لها رضوان الله عليها. قال ابن حجر: ووقع مثله أو نظيره لحفصة رضي الله عنها بنت الفاروق عمر قدس الله سره. والحديث في صحيح مسلم، لم يخرجه الحافظ لكن معروف ويعرفه الكل، يعرف هذا في مسلم. لما قال عليه الصلاة وأفضل السلام مرة لحفصة: لا يدخل أو لن يدخل النار أحد من أهل بدر ومن أهل الحديبية، لن يدخل النار. قالت: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ إذن قابلت ماذا؟ السنة بالكتاب. فأجابها عليه الصلاة وأفضل السلام بقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهمها أن هذا الورود ليس بمعنى السقوط، إنما بمعنى المرور، وبالمرور للمتقين تحدث إيه؟ منجاتهم أو نجاتهم. النبي هو أعرف من عرف الله وأفقه من فقه إيه كلام الله، يشتبه على حفصة، يشتبه على عائشة، يشتبه على أمثالنا من باب أولى. لكن من حقنا إذا ارتبنا، إذا لم نفهم، أن نتساءل. ولا أقول من حقنا، طبعا هذا حق مقرر لا يصادر أيها الإخوة عليه أحد، حق مقرر هذا ينبغي أن نصادق عليه. ما هو؟ أنه إذا وقع شك، شككنا يا أخي،
شككت أن هذا الحديث من عندي من عند رسول الله. لا، هم يريدون أن يلزمونا، وهذه جهالة غليظة لابد أن أصفها بهذا الوصف. أياً كان القائل، من قال بأن من رد حديثاً في البخاري أو مسلم فقد رد على رسول الله، يرد السنة، أقول لكم هذا جاهل جهالة غليظة، لأنه جهل معظم من سنذكر، بل كل من سنذكر من العلماء الرادين أحاديث في الصحيحين وغير الصحيحين مما صح، وهم بالعشرات ولا يزالون في كل عصر، بل رد بعضهم على بعض. البخاري رد أحاديث في مسلم، مسلم رد أحاديث في كتاب شيخه. خلاص، إذن تقول لي هؤلاء ردوا على رسول الله. ولذلك شمس الأئمة السرخسي إمام الأحناف في وقته، صاحب المبسوط، شمس الأئمة له أصول، أصول فقه مشهورة، أصول السرخسي تعرف بأصول إيه؟ السرخسي في أصوله ماذا قال؟ قال: وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفيد العلم، يعني نقطع أيها الإخوة على غيبه، نأخذ منه عقيدة، نأخذ منه إيه؟ علماً جازماً، باعتبار ماذا؟ باعتبار أصله. وإنما منشأ الشبهة أن نقله. شوف شوف العلماء يرد على رسول الله، يقول له أنتم لستم هناك، ليس هذا عشك فادرج، روح اجري العب، أنت لا تفهم، لا تفقه شيئاً، أنت تتكلم بلغة العامة، ليس هذا طريقة ولا منهج العلماء المحققين. شوف المحقق الكبير بسطر واحد حسم النزاع، قال: حديث رسول الله يفيد العلم، نقطع على غيبه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أصله. وإنما منشأ الشبهة النقل. بمعنى ماذا؟ سأشرح. بمعنى أننا لو فرضنا أو افترضنا أن أحدنا يشافه رسول الله ويتشرف بمواجهته وسمع منه شيئا، هل يلزمه اعتقاد أيها الإخوة لازم ما سمع أو دلالة مدلول ما سمع؟ طبعا. لو النبي أخبرك عن أي قضية فأنت لابد أن تعتقد بهذا تماما كما تعتقد إيه؟ بمدلول آية قرآنية مباشرة، إذا طبعا إيه؟ كانت الدلالة واضحة نصية، إذا فيها اشتباه هذا شيء آخر. لماذا؟ لأن هذا النبي، ما تقول لي هذا نبي يعني مش قرآن، نفس الشيء، فالقرآن جاءك عن طريق رسول الله، والنبي لا يتزيد بحرف واحد على رب العالمين، ولو تقوى عينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم رقطعنا منه الوتين، حاشا. ولكن فرق كبير يقول السرخسي بين صاحب، نحن خلاص لسنا أصحاب انتهى، هذا ما فيه أمل، بين صاحب يشافه الرسول أو يسمع من الرسول مباشرة، وبين رجل يأتيه الحديث عبر النقل، روى البخاري وروى الطبراني وروى أحمد، فرق كبير يا أخي. فلا تقول لي يفيد العلم، يفيد القطع، نقطع على غيبه، النبي قال، لا يقول هذا عالم. سألوا حافظ الإسلام ومجدد هذا الدين، على الأقل مجدد علم الحديث على الأقل في عصره، الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه، شيخ ابن حجر العسقلاني، هذا شيخ الشيوخ، هذا له ألفية، له ألفية في علم الحديث، ذكر فيها أيها الإخوة أن مقصود العلماء بأن هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف إنما هو باعتبار الظاهر، باعتبار ظاهر الأمر، بحسب مناقشة الأسانيد والمتون، يعني ترجح لدينا غلب على الظن أن هذا حديث صحيح أو ضعيف، لكن لا القطع في واقع الأمر، قد يكون ما ظننته أو رجحته ضعيفا صحيحا في واقع الأمر، لكن بطريقة النقل طلع إيه؟ عندك تحصل لديك أنه ضعيف، والعكس صحيح. وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد، هكذا يقول في ألفيته رحمة الله تعالى عليه، يقول: وبالصحيح والضعيف قصدوا، ضمير إيه؟ إيش قصدوا؟ العلماء، يعني علماء الحديث، العلماء الكبار الحفاظ والمحدثون الأجلاء قصدوا أن هذا صحيح وهذا ضعيف في ظاهر لا القصد والمعتمد، عفواً لا القطع والمعتمد، لا القطع والمعتمد. شارحه الإمام الحافظ السخاوي في فتح المغيث، وعلى فكرة شرح الحافظ العراقي على ألفيته أيضاً اسمه فتح المغيث، لكن فتح المغيث للسخاوي أوسع، من أوسع كتب الحديث دراية، شرحه على النحو الذي وضحته لكم باللغة المفهومة، قال هذا هو المقصود، أنه صحيح بحسب الظاهر، لكن هل هو صحيح في واقع الأمر؟ الله وحده يعلم ذلك، فقد لا يكون النبي قال هذا،
ولا خبر له به، لكن بحسب قواعد النقل نحن رجحنا غلب على أنه صحيح. هذا الفهم. فلا تقول لي رد على رسول الله وتفكك في إيمانه وفي دينه، هذه جهالة غليظة، افتئات. فأبو الحسن الدارقطني كان من هؤلاء. الإمام أيها الإخوة أبو علي الغساني الجياني، جيان بلدة في الأندلس، الإمام العظيم صاحب الكتاب الضخم تقييد المهمل، استل من هذا الكتاب من تقييد المهمل كتابان فيهما تنقيدات الإمام الغساني الجياني على البخاري وعلى مسلم. كتاب التنبيه على الأوهام الواقعة في المسند الصحيح للبخاري لأبي علي الغساني الجياني، إمام من أئمة الحفاظ العظام. التنبيه على الأوهام الواقعة في المسند الصحيح لمسلم للإمام الغساني الجياني. إذا ليس فقط ابن عمار الشهيد وليس فقط الدارقطني، الإمام الغساني الجياني ألف هذين الكتابين، وهما جزءان من كتابه الكبير تقييد المهمل، ينتقد فيهما البخاري ومسلم في أحاديث. الفوائد المجموعة، الفوائد المجموعة المرفوعة في تبيان أو بيان الأحاديث المقطوعة الواقعة في صحيح مسلم، في صحيح مسلم كتاب آخر. أما الأئمة الذين تكلموا في تضعيف أحاديث في الصحيحين عبر العصور لعله لا يحصيهم إلا الله، ومنهم البخاري ومنهم مسلم ومنهم أحمد ومنهم يحيى بن معين ومنهم شيخ البخاري علي بن المديني ومنهم ابن خزيمة وابن عبد البر والبيهقي والحاكم وابن رجب وابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن حزم رحمة الله عليه، الذي قطع بأن في الصحيحين أحاديث موضوعة كما قال الحافظ العراقي، قال ابن حزم قطع جزم ورد عليه ذلك أن في الصحيحين أحاديث موضوعة، ممن قطع أيضا بأن في الصحيحين موضوعات أحاديث موضوعة لا تصح البتة آخر حفاظ هذه الأمة، الحافظ الكبير الإمام العلم أبو الفيض أحمد ابن الصديق الغماري رضوان الله تعالى عليه، هذا آخر حفاظ هذه الأمة، كان حافظا حقيقيا ليس محدثا، حافظا موعبا آية من آيات الله، متوفى سنة 1380 للهجرة قبل زهاء 50 سنة، وهو أخو وشقيق الحافظ الكبير أيضا والعلامة والفقيه والرجل الرباني الحافظ عبد الله ابن الصديق الغماري المتوفى سنة 1413 للهجرة قبل زهاء 17 سنة أو 19 سنة 20 سنة تقريبا. هكذا الحافظ الغماري أبو الفيض أحمد رحمة الله عليه، وقضى شطر من عمره في مصر ورأى منه المصاروة العجب العجاب، والمئات منهم أخذوا عليه الأسانيد والعلم، شيء آية من آيات الله الرجل هذا، حافظ حقيقي. ماذا قال؟ له كتاب اسمه المغير، ومؤلفاته جزء بسيط منها طبع وأكثرها ما زال في المخطوط وهي تزيد على 200، شيء عجب، على أنه مات وهو في زهاء 60 من عمره قدس الله سره الكريم. الحافظ الغماري عنده كتاب اسمه المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير، قال فيه رحمة الله عليه وإن من أحاديثهما، يعني الصحيحين، أحاديث موضوعة بالقطع، قال أنا أجزم أن أحاديث كذب موضوعة. لا تقول البخاري وضعها، حاشا، شيخ الإسلام لا يفعل هذا ولا مسلم، لكن من وضع من وضعها، وإلا البخاري لا يخاطر أبدا، دينه لا يسمح له بهذا، فضلا عن سمعته ومثابته العلمية، شيخ الشيوخ رحمة الله تعالى عليه، لكن يقع هذا عمل بشري. فيجزم أبو الفيض الغماري أن فيهما أحاديث موضوعة، ثم يقول ولا تتهيب الحكم بذلك، قل فيها في الصحاح أو فيهما في الصحيحين أحاديث موضوعة لا تتهيب، ولا يمنعنك منه قولهم أجمعت الأمة أو اتفقت الأمة على صحة ما فيهما وعلى أن من أخرجها البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. قال إنما هي دعوة فارغة، قال هذا كلام فارغ، هذا مش كلام علم، قال هذا دعوة فارغة لا تثبت عند التحقيق والتدقيق. العجيب أن العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في مقدمة آداب الزفاف عوده نقل هذه العبارة عن أبي الفيض الغماري، والعبارة خطيرة تحكم بوقوع أحاديث موضوعة في الصحيحين. ماذا قال الألباني؟
لم يثرب على الحافظ، يعرف من هو الحافظ الغماري، وإن خلفه في أشياء في الاعتقاد وفي علم الحديث أيضا، لكن يعلم مثابته جيدا، لأن الألباني علامة في الحديث. قال رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال: وهذا الذي قاله لا يمتري فيه، لا يمتري فيه طالب علم متمرس في هذا الفن. أي عالم متمرس يعلم أن كلام الغماري صحيح، وأن هناك أحاديث موضوعة في الصحيحين. يعني عجيب، الألباني يقول هذا، قال لا يمتري فيه. ثم قال: وقد كنت ذكرت نحوه في مقدمة تحقيقي لشرح الطحاوية. طبعا الألباني أحصي عليه زهاء 8 أحاديث انتقدها إيه في الصحيح. وطبعا الآن بعض الناس يعظم النكير عليه، وكي الرجل عنده أدلة ناقشه، لا تسبوا لا تطعنوا لا تلعنوا، عالم قضى حياته في خدمة السنة والأحاديث، ليس يتهم الألباني رحمة الله عليه، أليس كذلك؟ وليس عقلانيا وليس معتزليا وليس وليس من أهل السنة والجماعة على طريقة السلف. 8 أحاديث. ابن باز تكلم في بعض الأحاديث في الصحاح، الشيخ ابن عثيمين ذكرت لكم في حديث إيه؟ عيسى والدجال، تكلم في حديث الجساسة، طعن فيه من حيث المتن ولم يتناوله من حيث الإسناد، واضح أن الحديث ضعيف، حديث الجساسة. ابن عثيمين، لا يزال العلماء يفعلون هذا. فابن حزم تكلم إيه في بعض الأحاديث، لذلك طبع قبل إيه عقود يسيرة جزء أيها الإخوة فيه التنبيه على أحاديث منتقدة في الصحيحين. هذا الجزء ينسب إلى الإمام ابن حزم رحمة الله عليه وإلى الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي، لكن ما فيه عدد يسير، 4 أحاديث فقط، وكل ما فيه تقريبا ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري. هذا معروف عنهما، هذا معروف عنهما. طبعا الإمام مثلا أبو بكر الباقلاني شيخ أهل السنة والجماعة في وقته، أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، أبو حامد الغزالي وغير هؤلاء طعنوا في بعض الأحاديث في الصحاح، نعم، بل قالوا في بعضها كذب قطعا، ما في، كذبوا هذا تماما. أبو بكر الجصاص العلامة الحنفي الكبير مجتهد المذهب، مجتهد المذهب، صاحب كتاب أحكام القرآن، تعرفون حكم على حديث سحر النبي وهو حديث في الصحيحين، يرويه هشام لا غير عن عروة لا غير عن عائشة لا غير، فالحديث فيه تفرد غريب جدا، حديث من الأفراد، وهذا أمر كما قال العلامة الطاهر بن عاشور في النظر الفسيح: تتوافر الدواعي على نقله، النبي يسحر ويمكث شهورا في بعض الروايات 6 أشهر، وفي بعضها طبعا لم يحدد، حتى صار يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وفي بعضها أنه أتى أهله، والحال أنه لم يكن إيه قد أتاهن. قال الفخر الرازي: هذا والعياذ بالله أبلغ السحر وأخطره إذا وقع. الإنسان خلاص يغلب على إيه؟ على تقدير الأمور. يعني إيه حديث هذا في الصحيحين يرويه هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أن يهوديا بني زريق يدعى لبيد، يقال له لبيد ابن الأعصم، سحر النبي، والحديث معروف، ولنا فيه خطبة قبل إيه؟ قبل سنين. ماذا قال العلامة أبو بكر الجصاص الرازي الحنفي في أحكام القرآن؟ قال: وهذا الحديث من وضع الملحدين. قال ملاحدة وضعوا في البخاري ومسلم، كفار زنادقة وضعوا هذا الحديث، للأسف جازت الحيلة على البخاري ومسلم، صدق هذا الحديث للأسف. هكذا، هذا معنى الكلام، من وضع الملحدين ليشككوا به الحشو الطغام، فيخلطوا أي هؤلاء بين معجزات الأنبياء وبين سحر السحرة إلى آخر ما قال. عودوا إليه في كتابه أحكام القرآن تفسير سورة البقرة، قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، له كلام طويل في رد هذا الحديث. وغيره وغيره من المعاصرين أو المحدثين، الشيخ محمد عبده تكلم كلاما مستجادا في الحكم على هذا الحديث بالبطلان في تفسير جزء عم له، في تفسير جزء عم. الشهيد سيد قطب في تفسيره رد هذا الحديث. كثيرون لا يزالون يردون هذا الحديث، والحديث يكفي بظاهره أنه تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى. الله يحكي عن الكفار أنهم قالوا: وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وأكذبهم الله، والحديث يقول: لا ليسوا كاذبين بل صدقوا، النبي سحر، أعوذ بالله. لذلك الرازي قال الجصاص الملاحدة وضعوا هذا تشكيكا لنا في ديننا في قرآننا. الله يقول: كذبوا لم يكن مسحورا، والحديث يقول: لا سحر، سحر سحر حقيقيا، وذوى وضعف وصار كالفرخ، هكذا في بعض طرقه، صار كالفرخ النبي، حاشا،
حيشان يتسلط عليه إيه؟ هذا الزنديق اليهودي الساحر الحقير، مستحيل أن يسلط على رسول الله، مستحيل. قالوا في البخاري مسلم، لا يعنيني، لا يعنيني، هذا تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى.